كل اللي عايزه من حضراتكم حاجة مهمة جدا جدا، الدعم كالعادة، وجمهور النادي الأهلي، ودعم جمهور النادي الأهلي هو دايما اللي بيكسب الفريق، مش حاجة تانية. دعم جمهور النادي الأهلي هو اللي بيكسب الفريق. عندنا لعيبة كويسة، عندنا مدير فني، بغض النظر عن مستوى اللاعبين والمباراة السابقة، لأن دايما يعني لعبنا مباريات كتيرة جدا جدا أمام الأهلي، الأهلي أمام الزمالك، كل المباريات الواحد بيلعبها، دايما المباريات اللي بتبقى مباريات القمة بتبقى مباريات الواحد بيفكر أكتر في مباراة القمة، بيفكر أكتر في مباراة الزمالك، وبالتالي مش عايز إن احنا ولا إن احنا كسبنا الإسماعيلي 4-0 وبالتالي بنجد احتفالات كبيرة وكذا، وإن اللعيبة دي عندنا لعيبة كويسة وعندنا كل حاجة كويسة، ولكن حتى الآن لم يتحقق أي شيء. اختيارات من المدير الفني مع لجنة التخطيط مع إدارة كرة القدم بقيادة الكابتن محمود الخطيب هي اللي جابت اللعيبة دي بناء على رأي المدير الفني. المدير الفني لعبهم أول مباراة كسبنا 4-0، تاني مباراة الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا 1-0. المباراة القادمة عندك مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين، هتختار الطريقة المناسبة اللي من وجهة نظر المدير الفني، وهتختار اللاعبين المناسبين اللي من وجهة نظر المدير الفني، وبالتالي نحن لا نملك إلا الدعم، وإن احنا نقف في ظهر جهازنا الفني ولاعبينا عشان إن شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب المباراة اللي جاية ونبتدي نفكر في المستقبل وفي ما هو قادم. كل الأمنيات الطيبة طبعا للنادي الأهلي وللجهاز الفني وللاعبين، إن شاء الله إن هم يبقوا على أعلى مستوى في المباراة القادمة، مباراة نادي الزمالك. خلينا